عادة ما تظهر الدولة السورية على بعض محطات الأخبار العربية بأنها دولة يمتلئ تاريخها بمواقف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقتله في مخيماته داخل سوريا، وعادة ما تظهر الدول مالكة تلك المحطات بأنها هي التي أمضت تاريخا طويلا في الدفاع عن الفلسطينيين وقضيتهم في العودة، وبأنها هي التي قاطعت الكيان الإسرائيلي ولم تعترف به، فيما الدولة السورية كانت تضحك على الرأي العام. على أي حال، في 30 نيسان 2013 تحدثت محطة إخبارية عربية عن تمكن المعارضة المسلحة من السيطرة الكاملة على مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين بحلب. أما في حلب فقد استمرت الاشتباكات بين مقاتلي الجيش الحر وقوات النظام، حيث سيطرت المعارضة المسلحة على مخيم حندرات. في ذات الوقت كانت إحدى قنوات ذات الشبكة المتخصصة بالنقل المباشر تقدم خبرا آخر عن تمكن ما سمته الجيش الحر من احتجاز ما قالت إنهم 50 شبيحا موالون للنظام. الله أكبر، الجيش الحر يحرر مخيم حندرات بالكامل ويعلن السيطرة على هذا المخيم ويلقي القبض على عشرات الشبيحة. الله أكبر، الله أكبر، الجيش الحر يلقي القبض على عشرات الشبيحة. الله أكبر، الله أكبر. على أي من محطات ذات الشبكة الإخبارية القطرية لم يرى متابع عربي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يتبين أنه فلسطيني من لهجته، وقد كان يهدد بقطع رؤوس نحو 50 شخصا في حلب بحجة أنهم موالون للدولة السورية. خنازيرك مربوطين عندنا، هيتم في المسجونين عندنا 55 حقير تم أسرهم من عند مشفى الكندي ومن إشقيف. إشقيف معاوية جندوب، وبإذن الله هدول ذبح، الرأس بعيد عن الجسد إن شاء الله متر. ذات المحطة قدمت بتاريخ 21 من الشهر 6 2013 خبرا تروي فيه معاناة من تبقى من سكان مخيم حندرات وافتقادهم لأدنى مستويات العيش الكريم كما قالت، وكيف أن الدولة تحاصر المخيم وأن قناصي الجيش السوري يستهدفون أي شيء يتحرك فيه. مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين في حلب كان يسكنه أكثر من 15,000 لاجئ فلسطيني إلى جانب نحو 5,000 مواطن سوري، لكن لم يبقى في المخيم سوى عدد قليل من العائلات التي تعاني ظروفا معيشية قاسية. لا يبعد بيت الحاج أبو محمود سوى عدة مئات من الأمتار عن مستشفى الكندي، يرفض اليوم أن يهجر مرة ثانية، وإن بقي وحيدا يعتصره الألم على فراق الأحبة والأبناء. عم بفكر برمضان هذا شو بدي أعمل. لا تنوه المحطة إن كان أكثر ما يؤلم العجوز هو وجود الجيش السوري أم وجود مسلحين يحاربونه، والحرب تأتي بفقر وتشرد. ولا يظهر في التقرير إن كان العجوز عالما أصلا أنه يدلي بكلامه لهذه المحطة دون غيرها، بما يظهر الجيش السوري دون غيره بأنه سبب بؤسه الوحيد في وقت تم فيه تجاهل أن احتجاز 50 ممن سموا بالشبيحة تم التهديد بذبحهم كان في ذات الوقت الذي حكي فيه عن سيطرة المعارضة المسلحة على مخيم حندرات، وهو الذي سبق حديثا آخر عن تهجير معظم أهله. ولم يتم الاستنتاج بالتالي لفكرة أن سوء حال المخيم جاء بعد دخول عناصر المعارضة المسلحة لا غيرهم. ولا يمكنك أن تتابع على ذات المحطة أو غيرها مقطعا يظهر موقفا مباشرا بين عجوز مشابه وجنود من الجيش السوري وقد حمله أحدهم ليخرجه من شارع في حلب ذاتها يشهد مواجهة مباشرة في حين أتت قذيفة من الطرف المعادي تستهدف المسن. وفيما فواصل المحطة ذاتها تتبنى قضايا الإنسان تخرج من حسابات الأنسنة العجوز السابق.